هذه اللحظات نتابع المراكز الأولى المتقدمة، نتابع هناك المركز الأول، هناك الخش في العلي بن محمد بن بخيت البحيح المري، بينما هنا أيضا القدوم في هذه اللحظات من الشاهينية لسعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثالث. المركز الثالث هناك كروش لجابر بن عبد الله بن جابر المسعري الدوسري على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الرابع، ومن تصنع على المركز الرابع هناك الهدوحة لخليفة بن علي بن راشد السبيعي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس والقدوم في هذه اللحظات نتابع المركز الخامس ومن تصنع خطيرة لمحمد بن حمد بن راشد الرشدان الفهيدة المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز الأولى تابعنا وإياكم أيضا هذه الخمس المراكز الأولى، ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة هناك اللي بدأت تتسلل في هذه اللحظات، هناك اللي كروش لجابر بن عبد الله بن جابر المسعري الدوسري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني الشاهينية لسعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نتابع هناك المركز الثالث في هذه اللحظات وقدوم الخشف لعلي بن محمد بن بخيت البحيح المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك المركز الرابع اللي الدوحة لخليفة بن علي بن راشد العبد الله السبيعي هناك مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس من بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتغير من مركز إلى مركز الذيبة جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على المركز الخامس في هذه اللحظات وغيرت على رابع المراكز. إذن نعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة هناك مع المركز الأول اللي هي كروش لجابر بن عبد الله بن جابر المسعري الدوسري مع مقدمة الشوط وبقيادة بن طفلة هنا في هذه اللحظات هناك بالمركز الأول وانطلاقتها الجميلة في هذه اللحظات نتابعها مع انتصاف المسافة مع المركز الأول ومع المقدمة. هناك كروش لجابر بن عبد الله بن جابر المسعري الدوسري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط بهذا الانطلاق والاندفاع الجميل في المركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهينية لسعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما الذيبة بدأت تتسلل من مركز إلى مركز في هذه اللحظات جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع الخشف على المركز الرابع هنا في هذه اللحظات لعلي بن محمد بن بخيت البحيح المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا شعار بن رشدان على المركز الخامس في هذه اللحظات وقدوم من خطيرة لمحمد بن حمد بن راشد بن رشدان المري هنا في هذه اللحظات وأيضا قدومها على المركز الخامس في هذه اللحظات. إذن هذه الانطلاق وهذا الاندفاع، ولكننا نعود إلى المقدمة وإلى كروش، ولكن هناك التسلل اللي أيضا جرى وطرأ على مقدمة الشوط هناك من أيضا اللي غيرت الشاهينية سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي غير على المركز الأول في هذه اللحظات بهذا الانطلاق القوي والجميل في هذه اللحظات هنا مع أيضا إقبالنا على 1200 متر الأخيرة، بينما أرى هناك المركز الثاني وبدأت الخش في هذه اللحظات تغير من مركز إلى مركز إلى المركز الثاني. هنا اسم جديد يصلنا في هذه اللحظات الخش أيضا لمالكها علي بن محمد بن بخيت البحيح المري، بينما أيضا أول ندى لضجة ضجة قادمة في هذه اللحظات حمد بن صالح بن حمد بن شريدة المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا كروش على المركز الرابع، ولكني أرى اللي بدأت تتسلل في هذه اللحظات هنا قدوم هنا أيضا في هذه اللحظات اللي حلب لمحمد بن علي بن حمد بن قريع المري أيضا قادمة على المركز الخامس في هذه اللحظات. الله يا سلام، لكن بنعود إلى الشاهينية سعد بن سالم
سالم بن حمد الهولي النعيمي على المركز الأول. الله يا سلام يا سلام بينما المركز الثاني والقدوم من المركز الثاني هنا اللي واصله جزلة علي بن عبد الله بن راشد بن قرح المري مع المركز الثاني. ولكن الله يا بن قريع بدأ بن قريع يتسلل مع حلب محمد بن علي بن حمد بن قريع المري على المركز الثاني المركز الثالث وقدوم قوي في هذه اللحظات على المركز الثالث اللي هي مربوشة علي بن ناصر بن حمد البريص المري وفي رصيدها سيارة اللي على المركز الثالث. لكننا نعود إلى المقدمة. الله التنافس ما بين حلب وما بين الشاهينية وحلب الأمتار الأخيرة المية متر الأخيرة. الله يا سلام يا سلام الشاهينية تهانينا لسعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني حلب لمحمد بن علي بن قريع المري. المركز الثالث مربوشة لعلي بن ناصر بن حمد البريص المري. المركز الرابع اهتمام راشد بن بطي بن محمد الحسن. المركز الخامس ضجة لحمد بن صالح بن حمد أبو شريدة المري. شاهدت معنا الشاهينية أيضا من قامت في مقدمة الشوط وأيضا واصلت بانطلاقتها القوية والجميلة أيضا باندفاعتها في هذا الشوط. شاهدونها أمامكم وهي تصل إلى خط النهاية قاطع المسافة في 6 دقائق و16 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك الشاهينية سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي. المركز الثاني وصلت حلب قاطع المسافة في 6 دقائق 16 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حلب محمد بن علي بن قريع المري. المركز الثالث وصلت مربوشة قاطع المسافة في 6 دقائق 18 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مربوشة علي بن ناصر بن حمد البريص المري. بسم الله الرحمن الرحيم.